يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الإنسانية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. المزيد يطلع عليه محمود جميل مراسل التلفزيون المصري في العريش. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين. على مدار الساعة جهود مصرية كبيرة لا تتوقف هنا في محافظة شمال سيناء، إذا كنا نتحدث عن العريش أو حتى أمام معبر رفح البري، لدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. إذا ما تحدثنا عن مدينة العريش والمجهود الذي يتم من خلال المسارات التي حددتها مصر، المسار الأول في مدينة العريش هو المسار البري الذي يأتي من خلاله شاحنات المساعدات التي تتجه مباشرة إلى المركز اللوجستي للهلال الأحمر، أو المسار الآخر مطار العريش الذي وصلت اليوم أو هبط فيه طائرة إماراتية على متنها 10 أطنان من الأدوية مقدمة من منظمة الصحة العالمية. تذهب كل هذه المساعدات إلى قطاع غزة دعما للأشقاء الفلسطينيين. أما إذا ما تحدثنا عن ميناء العريش الذي لا زالت تتواجد فيه السفينة الإماراتية والمستشفى الإماراتي العائم الذي لا زال يستقبل الجرحى والمصابين لعلاجهم في هذا المستشفى العائم، لكن بالانتقال إلى معبر رفح نتحدث عن نقطتين هامتين. النقطة الأولى الخاصة بالمساعدات، مساعدات دخول ما يقرب من 93 شاحنة إلى منفذ العوجة و96 شاحنة إلى منفذ كرم أبو سالم، بالإضافة إلى دخول 4 شاحنات للغاز. النقطة الثانية هو أن المعبر لازال يستقبل الحالات الإنسانية والمصابين وأيضا مزدوجي الجنسية. المصابين والجرحى والحالات الإنسانية ليس فقط يقدم لهم الخدمة العلاجية، ولكن أيضا يقدم لهم الدعم الإنساني من خلال متطوعي جمعية الهلال الأحمر داخل المعبر وأيضا خارج المعبر في المستشفيات الذين يتلقون فيها العلاج. هذه هي الصورة اليوم إذا ما تحدثنا عن مدينة العريش، وأيضا الصورة أمام معبر رفح البري. عودة إليكم مرة أخرى.